سلمكم خوتي، كيدير لاباس عليكم بخير. انا الان كنت في مدينه الرباط في النفق اللي خدامين فيه، يعني بواحد المجهود اللي كثير. كيف ما غنوفيكم بجميع التفاصيل ديالو. الان كيتم يعني اضافه الاناره للشارع العام اللي كيف ما كتلاحظوا معايا. والان جات واحد آليات ديال التثبيت ديال الأرضية اللي غيتم يعني التثبيت في هذا المكان، هذا ذاك النفق اللي كانت تحفر، وغنزيد نقربكم إن شاء الله منه. كيف ما كتلاحظوا غنجيو نقربوا ليه إن شاء الله كامل حتى البلاصة ديالو. كما كتلاحظوا معايا الان غيطلع داك السيد، يطلع تما كاين، هو يركبهم يعني في الدعامات الحديديه السفلى، باش ملي تهزها الرافعه غادي تحيد كامله ويحيدوها بصفه نهائيه من داك المكان. يعني البعض كان كيسحب له هاد الطريقة دي أنها سهلة، وهي ماشي سهلة كاع على الدرجة هادي.
ترجمة